رقص ده رقص ده يلا نفسك. انت وجون اهو انت وجون يلا شوت 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 آه. جو 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 ايه ده ايه العبيط الديفندر العبيط ده مش مركز خالص زي ما تكون صاحبته سابته يا سلام انتوا هتطلعوا اشعه بقى على اللعيبه عشان اتغلبتي ولا ايه طب اهو افتحي يا ياسمين حد ينزل الكتب هتقع ايه ده ايه ده الكتب اللي دخلت علينا دي سن 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 بالراحه 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 نزليهم بالراحه نزليهم بالراحه اهو عشان ما تقعش ماما انا عايزاكم في موضوع مهم جدا ومصيري يخصني ويخص مستقبلي بس باركولي الاول الف مبروك يا حبيبتي جالك عريس صح ودي حاجه تباركيلي عليها يا ماما اه يبقى اكيد خدت شقه وهتنقلوا كلكم في الشقه الف مبروك الف مبروك بس هتوحشوني بجد لا ما تقلقش قاعدين على قرابيزك امال ايه يعني انا هدخل امتحان الكادر اللي عاملاه الوزاره عشان المدرسين يا سلام وفرحانه قوي يعني فرحانه انك انت هتدخلي الامتحان ولا فرحانه ان الوزاره مش واثقه فيكوا فهتعمل لكم امتحانات مش واثقه في مين بس انت يا جاليه بتاع 50% يا رئيس مجموعه 50% لا 50% ايه اللي انا جبتها لا طبعا انا كانت مشكله كده قالوا لي ان انت جبت 50% رحت انا عامل مشكله ورحت الكنترول وتاكدت بنفسي النتيجه كانت غلط طبعا انا جبت 51% فرقت قوي اه فرقت طبعا يا جهله وانت مش فاهمك انت في حاجه زي كده المهم خلاصي وبعدين مستقبلي يا عادل مستقبلك مظلم ان شاء الله لا لا يا عادل ما تشوهش مستقبل اخت بيبي بليز ليسن تو يور سيستر اديها فرصه تتكلم انت كده بتجرح احساسها المستقر بطبيعته الفطريه الكامنه الحنون المنتبعه عموما بعيدا عن الفزوره اللي لسه رانيا قايلها دلوقتي اتفضلي حضرتك اتكلمي الكادر يا جماعه جزء لا يتجزا من مستقبلي اللامع اللامع اللي هو عامل ازاي اللي بترتم بصرف النظر ماما انا عشان اذاكر الكادر ده لازم توفروا لي جو من الهدوء الهادي والله احنا المتوفر عندنا جوه الاتوبيس اللي احنا عايشينه دلوقتي جو من الازعاج المزعج بصرف النظر ماما انا في ناس هتيجي تذاكر معايا هنا انا مش هذاكر لوحدي يعني لو سمحتوا عايزه مفيش تلفزيون مفيش زفت بلاي ستيشن مفيش قله ادب مفيش اصوات مفيش نفس بمناسبة فتحة سيرة اللي هو ما فيش ده بعد إذنكم يعني هو ما فيش غدا لا لا تعبانة جدا ومش قادرة أذاكر الكتاب كبير قوي والمادة صعبة جدا أنا بستغل الوقت هو أنا بكلمك وعمالة أذاكر وانت كمان استغلي الوقت وانت بتكلميني وقعدي ذاكري وبقول لك يلا مع السلامة امشي ما تعطلني باي باي يا سناء الحكاية دي انا اعرف ان العلم في الكشكول مش في المحمول وفر نصايحك لنفسك عايز مني ايه دلوقتي جاي تعطلني لا ولا اعطلك ولا ليه دعوه بيك انا جاي اتفرج على فيلم مستنيه بقالي يومين فيلم ايه يا بني ادم اتفرج عليه ده فيلم افواه وارانب الفيلم ده بالذات بيفكرني بالمأساة اللي انا عايش فيها يا راجل اختشي خلي عندك دم انا عايز اقعد اذاكر تذاكر ايه في دلوقتي كاس العالم للشباب عايز اتفرج عليه اوعي طب دول وشباب بيلعبوا مع بعضيهم ايه اللي حشر في وسطهم يا شايب يا عايب يعني ايه قصدك ايه قصدك يعني ان انا اتفرج على ماتش بتاع المسنين اوعي يا عادل عشان خاطري يا حبيبي انا عندي امتحان وفي ناس جايه تذاكر معايا وفر لنا جو من الهدوء في الصاله هدوء ايه انا مفروض ده بيتي مفروض ان انا استريح فيه واقعد فيه براحتي مش تيجي تقولي لي مذاكره وناس جايين لك واطي 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 طول عمري واطي واناني عادل حبيبي اخويا انت عارف ان انا لما امتحان الكادر دوت وانجح ان مرتبي هيزيد الضعف ولما يزيد الضعف هشارك معاك في مصاريف البيت اللي عمال يبلع فلوس زي الغول ده يعني صحيح مرتبك هيزيد يا سناء طبعا هيزيد الضعف تفتكر يعني دي خلقه واحده غاوي شغل التلامذه ده اه صح مش خلقت اي مذاكره خالص طيب يعني لو كده بقى فعلا يا سناء انت تذاكري من اول حضانه بس اهم حاجه تكوني ضامنه انك انت هتنجحي وتساعدي في البيت ها مرتبي هيزيد وهساعدك ما تقلقش بقى الجماعه جوه خليك محترم انا طول عمري محترم خليك محترم طول عمري محترم متخيش ازيك قدامهم يلا اهلا 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 يا جماعه البيت نور ازيك يا سناء اهلا والسلم العماره نور وانا ايه
النور ده، تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. اعرفكم باخويا عادل. عادل زمايلي في المدرسة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أعرفك المدام مدرسة الجغرافيا عندنا في المدرسة، مدام هنادي حامد. قصدك بقى هنادي حامل. وأعرفك بالأستاذ حمام الريحاني مدرس التاريخ عندنا في المدرسة. يا سلام، أستاذ حمام، نحن الزغاليل من غير جناح بالميل والطير. حضرتك الشنطة اللي على كتفك دي فيها سندوتشات ولا ايه؟ لا 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 لا، الشنطة دي مليانة كتب ومذكرات عشان هتذاكر فيها. وده بقى الأستاذ رجب شعبان مدرس اللغة العربية عندنا في المدرسة. يا سلام، الأستاذ رجب شعبان أكيد جد حضرتك كان الأستاذ رمضان. تتمتع بخف الظل يا أستاذ عادل. عادل من هذا يا سمائن؟ إنه الأستاذ رجب، إنه عاشق يعشق معشوق متعشق في اللغة العربية الفصحى. يا سلام، عاشق للغة العربية. رجب ابتعد بصحبك عني، رجب صاحبك سوف يجنني. لقد قلت إنه يتمتع بخفة ظل. بصوا يا جماعة، تجمعنا مع بعض ده هدف التفوق ثم التفوق. نعم، من طلب العلا سهر الليالي. لا يا أستاذ رجب، سهر الليالي إحنا بننام بدري هنا حضرتك. لا لا للنوم بعد اليوم، لا للنوم، مذكرة مذكرة. أنا وعدت ابني إني هطلع الأول. حضرتك وعدت ابنك إن أنت تطلع الأول؟ أكيد ابنك بقى وعدك لو طلعت الأول هيجيب لك عجلة. فليطمئن قلبك، فإنك مهما قلت فإن عزيمتنا لن تتلخلخ. تتلخلخ دي عزيمة ولا درس دي يا أستاذ؟ لطيف أخوي، بحب لطيف واللطيف واللطيف. عادل أنا شايفة كده كفاية قوي. إيه إيه إيه، عايزين نذاكر. إيه كفاية خلاص، ما عندناش وقت، احنا خلاص خدنا ارقام الجلوس. ارقام الجلوس؟ ايوه. اكيد حضرتك بقى خدت رقمين للجلوس. ايش معنى؟ رقم ليكي ورقم للجنين. حضرتك صاحب المحل ده؟ ايوه. خير، في ايه؟ يرضيك اللي بيعملوا صبيانك دول؟ ايه صبياني دول؟ انت داخل على ورشه حضرتك؟ ده بيقول لك صبيانك، هو انت داخل على ورشه؟ يا استاذ انا من مكتب عضو مجلس الشعب، سيد بيت تحت القبه. قبه سيد بيت تحت القبه. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. طبعا يعني انا عارفه جدا، ده انا انتخبته كمان بنفسي والله. تحت امرك يا فندم. يرضيك يرضيك يغشوا السندوتشات؟ يغشوا السندوتشات؟ لا طبعا ما يرضنيش حضرتك. ازاي الكلام الفارغ ده؟ مين في دول اللي عملك السندوتشات حضرتك؟ هيبه هو اللي عامل السندوتشات. لا بقى، انا اللي عملت السندوتشات وحاطط في كل سندوتش قرصين طعميه. هو قرص واحد سيد بيه، اول ما شاف السندوتشات كان هيتجنن وقلب الدنيا، ده كان عايز يجي بنفسه. يجي بنفسه فين حضرتك؟ يعني الغلط مردود حضرتك يعني، والسندوتشات تتعمل من اول وجديد؟ طقم سندوتشات على حساب المحل، ولا اعمل طقم سندوتشات من كل الاصناف بسرعه على حساب المحل. ايه انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. حضرتك ذوق جدا جدا. الحق اكلم بس سيد بيه عشان هيجي على هنا. لا لا، يجي فين؟ الحق اكلمه اقول له ما يجيش يعني. خلاص. الو، يا سعادة الباشا. لا لا لا، صاحب المطعم راجل ذوق جدا. ايه يا باشا، حضرتك جاي على هنا؟ خرب بيتك انت وهو، هتقلبوا علينا مجلس الشعب. ايوه يا باشا، هو الشارع. امشي على طول. ايه؟ الو الو، الموبايل فصل شحن. موبايل 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 بسرعه. اهو ربنا يستر. بسرعه موبايل، ربنا يستر. الو، ايوه يا باشا. أيوة. انت جيت هنا؟ انا خارج لك اهو قدام المحل، خارج لك اهو. منك لله انت وهو، قفلت لنا المحل خلاص. والله يا استاذ انا ما غشيت، ممكن الولا ميزو هو بيلف السندوتشات يكون شال من كل شقه قرص. انا عمري ما غشيت في حياتي. يا سلام، عمرك ما غشيت في حياتك ولا حتى ايام الامتحانات؟ ما هو البرشام ما بتحسبش غش. البرشام صدق دي فكره كويسه قوي لسناء. سناء سناء مين؟ احنا نقعد نرغي وسايبين سيد بيه اللي جاي دلوقتي؟ يلا بسرعه بسرعه نستقبله. سيب اللي في ايدك، سيب اللي في ايدك، بسرعه بسرعه بسرعه. يا اهلا وسهلا يا سيد بيه. اهلا وسهلا، شرفت يا سيد بيه. اهلا اهلا يا سيد بيه. سيد بيه ايه ده؟ ده سيد بيه مش موجود. سيبك من ده، هتقول سيد بيه مش موجود. لا، الموبايل اللي مش موجود. ايه ده؟ يعني عمل ده كله عشان ياخد الموبايل؟ الحق يا انت وهو الحق. اخلص
اقصط عيسانك، مش انا اللي اعمل برشامه يا ست تربويه. يا ستي انا ما بقولش حاجه، وبعدين يا سناء خلاص يعني الامتحانات قربت وانتوا لغايه دلوقتي لسه ما خلصتوش عشر المنهج. يا ناس يا ناس ارجوكم ارجوكم انا عايز اطلع الاول. طيب على الاقل عشان نحقق اخر امنيه للراجل الطيب ده. عندك حق، وانا بقى اول ما يزودوا لي مرتبي هعرف ازاي اامن مستقبل ابني. هاتي كبوتي هاتي كبوتي هاتي كبوتي كبوتي كبوتي. انا حاسس ان الست بتاعت هوتش توتش دي هتولد في اللجنه ان شاء الله. يا جماعه على الرغم من ان الغش فعلة شنعاء، ايوه، الا انه لا منص منه. ايوه فعلا فعلا، وعلى راي المثل من سهر الغش في الليالي نال يعني. وبما اننا بقى احد سبيل للغش، انا هقول لكم اجدد طرق لعمل البرشام. ما شاء الله جددتوا طريقه الغش، برافو يا نجله. وانا اللي بتضيع وقتك في ايه؟ اسم الله عليكي يا سناء، خليكي معانا، احنا عايزين مصلحتك وقلبنا عليكي. هي دي علم مناظرها بتاعه مذاكره وامتحانات، الراجل هيفطس وهو قاعد اساسا هيودع. يا سناء سناء بلاش ده كله، انا افكرك بحاجه مهمه جدا هي دي اللي هتحمسك، مرتبك اللي هيزيد يا سناء. مرتب المرتب مرتب. جهزت البرشام؟ البرشام جاهز ومكتوب وكله تمام. اتفضلي دي سناء، اتفضلي. ان شاء الله. بصي بقى يا سناء، بصي ركزي معايا، اول ما تستلمي ورقه الاجابه تروحي حاطه في النص ورقه البرشام. يا بنت اللذينة، وانا عمال اقول البنت بتنجح كل سنه ازاي بالبرشام. بيبي بيبي لو سمحت وزع عليهم البراشيم بالتساوي علشان يبقى فيه عدل في الغش. الحمد لله يا هو العدل في البرشام. اتفضل يا استاذ، اتفضل يا استاذ، دي البرشامه بتاعت حضرتك. ايه دي كل دي؟ هحطها في الاجابه ازاي؟ دي سهله جدا سهله. اتفضل يا استاذ. لا 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 تعطيني برشامل، اريد طريقه مبتكره. عادل لو اتقفشنا هيبقى شكلنا وحش قوي قوي يا عادل. يا سناء مش احنا اللي يتقفش يا عادل. مش هتتقفش شكلنا هيبقى وحش يا عادل. يا سناء ما تقلقيش، وانا كمان هترفدي يا عادل. يا رب تترفدي بس ما تقلقيش، انا ان شاء الله هبقى موجود مع الراجل المراقب اللي في اللجنه وهلغيه. فعلا من جد وجد ومن برشم حصد. لا قولي لي يا سناء، هو يا اختي اخوكي عادل عاملين البرشامه بتاعتي مالها صغيره قوي كده ليه؟ عشان الحمل، البرشام مش كويس عشانك. اهلا بالاساتذه. صحيح لكل ظالم نهايه، واحنا في محكمه يا استاذ. فاكرنا يا استاذ حمام؟ لا مؤاخذه يا ابني، انا نظري ضعيف شويه مش واخد بالي. اسم الاستاذ فتحي فتوح. فاكر لما كنت كل يوم بتضربني في الفصل؟ يا راجل ده انا لو غبت يوم في البيت كنت بتاخد اذن ساعه تيجي لي البيت تضربني وترجع المدرسه تاني. ده الدابة زلتني وهنتني. لا لا انا مش هعيط، النهارده اليوم اللي هاخد فيه حقي. ابني حرام عليك، ارحمني انا زي ابوك. وانت ما رحمتنيش ليه وانا قدمتك؟ ما تقتلني يا استاذ وتخلصنا وهات رقبته، خلينا نبدا الامتحان. قبل ما اوزع ورق الاسئله ورق الاجابه، عايزين نبقى صراحه كلنا مع بعض يا جماعه، اللي معاه برشام يطلعه قدامه عشان انا مش ناوي ارحم حد. كل واحد يبص في ورقته. ها مين اول شاطر هيطلع البرشام بتاعته قدامه؟ بس ارجوك يا استاذ فتحي، الهي ربنا يفتحها في وشك كمان وكمان، تخليني اغش بس اخر ربع ساعه. برافو يا استاذ برافو. اتفضل يا استاذ، هذه برشامة ايه؟ بإنك لله يا أستاذ عادل، بإنك لله، مش كنا ذاكرنا أحسن؟ إيه ده يا حمام؟ ده شيل برشام، دي برشامة؟ أنت كنت كاتب قصة حياتك يا حمام؟ أهلاً 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 أهلاً، منور اللجنة والله يا أستاذ. نور إيه ومظلم إيه؟ أنت مين يا أستاذ؟ حضرتك معاك الأستاذ الشاعر الروائي عادل سعيد، بالإضافة لكده كمان عندي مطعم بتاع دولة وطعمية، أحلى سندوتشات في العالم ممكن تاكلها. غير كده وكده أنا أخو الأستاذة سناء. أستاذ عادل، تكونش أنت برضو اللي كتبت البرشام للأستاذ حمام؟ إيه ده؟ إيه يا حمام؟ إيه تعترف كده من أول نتفة ريش؟ عيب قوي يعني. حاسبوا بعض قدامي ولا إيه؟ أنت عايز إيه؟ لا مفيش حضرتك، يعني انا كنت عايز اقول لك بس ايه، يا بخت من نفع واستنفع. حضرتك انا استناك بعد اللجنه والغيك بقرشين، بس سيبهم يغشوا براحتهم. ها ايه ايه؟ اطلع بره بره بره. انت
ثلاثة بره؟ ده انت عايز نخرج بره البلد خالص ليه كده حضرتك يعني؟ خلص يا عادل خلص، استاذ جاي ينتقم مش يراقب. ماشي ماشي هخلص هخلص. خد يا سناء السندوتش ده فيه الفيتامين كله. ها سناء كل اللي جوه الاول، وبعدين سيبك من العيش لان هو بايت. ها لكن اهم حاجه اللي جوه اللي جوه اللي جوه اللي جوه. ها سلام عليكم. استنى عندك. سيب سناء سيب سناء يا استاذ سيب سناء. اخويا جايب لي سندوتش يا استاذ مالك وماله بس؟ هنقسمه. الله الله، ايه ده يا استاذ عادل؟ ايه ده؟ ده حضرتك اكيد سندوتش لغه عربيه نحو زياده. حضرتك تحب اعمل لك سندوتش مرفوع بالصلصه؟ معلش يا حبيبتي، ما اخوكي برضو عايز مصلحتك. مصلحتي ايه يا ماما؟ مصلحتي ايه؟ مصلحتي اني اخلي المراقب يفتش جيبي ويطلع البراشيم ويخليه يفش عليا في اللجنه؟ دي مصلحتي؟ لما انتوا مش قد الغش بتعملوا براشيم ليه؟ خلاص يا بنتي يا مفعوصه انت، بدل ما اطلع افعصك في الحيطه زي البورس. انا فرحانه فيكي جدا، يعني انت ما عملتيش اي اجاباتوس. لا جاوبت سؤال ومشيت في التاني. الله، وما كملتيش ليه؟ تقدري تقولي تعبت من المشي يا ماما. كله من ابنك، لو سابني في حالي كنت زمان نجحت وخلصت. بس لما اشوفك يا عادل هقطعه كده شناني. بره بره بره. تعال تعال، عايزك تعال، عايزك ادخل ادخل. عايزك. انا عارف يا سناء ان انت قلبك حنين ومش هون عليك ابدا. يا سلام عليك يا سناء، اختي فعلا اختي، يعني اللي بتتمنى لي طول الوقت كل خير. ايه يا سناء يعني عايزه ايه؟ لخص لخص واخلص. خربتها وقعدت على تلها. ارتحت دلوقتي؟ ارتحت. انا هعوضك عن كل حاجه، بس انت قلتي لي بره بره بره. ايه حكايه الطرد بالثلاث مرات دي عند كل المدرسين؟ اخلص. عايز تقول ايه؟ عندي فكره عبقريه. انا عرفت، هتخطف المراقب لغايه ما يخلصوا الامتحانات صح؟ المراقب ايه اللي اخطفه يا ماما؟ ايه جو افلام الاربعينات اللي انت بتتكلمي فيها دي؟ يعني كاسكو جيفافير يو، مش هتفهمنا يعني هتعمل ايه. المفاجاه بقى اللي انا محضرها عباره عن ايه؟ تا 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 تا. ايه ده يا بابا؟ ام 3؟ لا يا حبيبتي، دي مش ام 3، دي سماعه بلوتوث. بس انت ما ينفعش تسمعي الكلام ده يا ياسمين، اطلعي انت بره عشان هقعد اتكلم مع عمتك. يلا. ليه يا بابا؟ ما انا عارفه ان حضرتك اللي عملت البرشام لعمته سناء ودخلت بيه اللجنه واتقفشت بيه، مش كده؟ قول قول. لا ما دام انت عارفه خلاص هقول بقى. دي سماعه بلوتوث يا سناء. وهعمل ايه بيها ان شاء الله؟ دي حد قالك اني بمتحن في سنترال؟ يا ستي بلاش لباضه، كل ما في الموضوع ان انت هتلبسي السماعه دي في ودانك وهتغطيها بشعرك وهتخشي جوه اللجنه، هتقري السؤال. اول ما تقري السؤال انا هكلمك في التليفون، هتقولي لي على السؤال، اكون انا هنا في البيت فاتح الكتاب بتاع الماده اللي انت بتمتحني فيها، اقوم مديك الاجابه، تقوم انت واخداها مني من البلوتوث وكاتباها قدامك في الارطول. حاسه اني خلفت رئيس عصابه. طبعا يا ماما فخوره بيا. لما نشوف يا اخويا الحل ده هينفع ولا لا، ده اخر امتحان ليا في الكادر، لو سقطت هعيد الكادر كله من الاول بسببك. ما تقلقيش خالص، ان شاء الله كله هيبقى خير. امسكي امسكي. لما نشوف يا عبقري الخير هيجي من وشك ازاي. بابا ممكن اخد السماعه دي معايا الامتحان؟ ايه ده يا بنت؟ لا طبعا، السماعه دي بتاعت الكبار، ابقى اجيب لك سماعه للصغيرين. يا استاذ السؤال الثالث غير وارد في المنهج، هل لي انا اعترض؟ بص في ورقتك بدل ما اكرشك بره اللجنه. مكتوب هنا اجب مع التحليل. انا مش فاهمه اي حاجه خالص، يعني ايه ده؟ يعني تجاوبي في كوبايه صغيره كده وتعدي عليها كمان اسبوع. حاضر يا استاذه. ما تخلونيش. حل يا استاذه، تحليل الاجابه مش تحليل حمل. هو حلي. بص في ورقتك. اتصل اتصل يا غبي، مش عارفه اطلع الموبايل واكلمك. اتصل. الو الو. ايوه يا سناء، معلش اتاخرت عليك، البطاريه كانت فاصله شحن. اخلص يا زفت. حاجه يا استاذ سناء؟ لا ده انا بقول ايه الزفت ده؟ ايه الزفت ده؟ السؤال الصعب ده اللي هو ده يا استاذ، بص اللي هو بيقول اذكر اهم انواع المدارس الشعريه. زفت قوي السؤال ده يا اختي. بلا شعريه بلا سباكيتي. بص حليت. بص فرقت. حل. حاضر. يا سلام عليك يا سناء وعلى مخك، قلت لي السؤال من غير ما فتحي الاهبل ده ياخد باله. اكتبي عندك الاجابه. خلاص خلاص خلصت الاجابه. شكرا شكرا. ايه اللي على السؤال اللي بعده؟ اخلص. واحنا خسرانين حاجه؟ اكتبي ولا يهمك، الكتاب كله تحت امرك.
يا ابني انا مش عايزه الكتاب كله يا ابني، خلاص جاوبت. انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه، والموز ما عملتش حاجه. الو الو يا سناء، يا سناء ما بترديش ليه؟ اكيد الحيوان اللي اسمه فتحي ده واقف جنبك مش عارف يتكلم. بس تعرفي انا مبسوط قوي ان انا قدرت اضحك عليه، عامل اللي بقى ناصح وبيفهمه ومش عارف اي حاجه. بحبك بقى، انا واقف قدام باب اللجنه بتاعتك على طول، ده وشه شبه علامه استفهام. انا وش شبه علامه الاستفهام يا غشاش الاصاب؟ انا هعرفك. ايه ده استاذ فتحي؟ ايه الصدفه الغريبه جدا دي؟ انت ايه اللي جابك في بيتنا؟ ايه وديتك؟ انت فين؟ لا انا مش عارف. طب هتلم وشها كده. لا 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 ابدا. نشوف بس مين هيخش النار ومين هيخش. منك لله انت وهو، قفلتوا لنا المحق، قفلتوا لنا المحق. كنت جاوبت وخلصت وخلصت الامتحان وخلاص. انا والله يا باشا.